لمدرب ساوث جيت الذي نال قسطا كبيرا من الانتقادات خاصة من ميدو وبن شابير. ميدو اليوم ساوث جيت باللعب السيء في الدور الأول والمظهر القبيح الذي ظهر بالمنتخب الإنجليزي عاد مع مرور وتوالي المباريات واستفاد من الدروس وصحح الأوتار والأوضاع والأخطاء ووصل بالمنتخب الإنجليزي إلى الدور النهائي. أذكرك ميدو بأن ساوث جيت منذ مدة قد فهم لعبة البطولات المغلقة، لا يركز كثيرا على الأداء، المهم بالنسبة له هي النتائج، يبحث عن أول لقب يدخله إلى خزائن المنتخب الإنجليزي. نعم، المنتخب الإنجليزي اليوم في هذه المباراة أمام منتخب هولندا كانت مباراة شوط بشوط. تقريبا المنتخب الإنجليزي كان الأفضل في الشوط الأول، سيطر، ضغط، صحيح أنه تلقى هدف بعد اقتحام ديكلان رايس مع تشافي سيمونس واسترجع كرة حوالي 30 متر على مرمى بيكفورد، جاء الهدف الأول. بعدها شفنا هولندا تراجعت، انجلترا ضغطت وسيطرت بالطول والعرض تقريبا طيلة الشوط الأول. في الشوط الثاني تغيرت قليلا المعطيات خاصة بعد تغييرات كومان، اقحام في غورست مكان ما مالان، وكذلك تحويل تشافي سيمونس تماما على الجهة اليمنى. المنتخب الهولندي كان خاطر في الشوط الثاني، كان عنده كرات كثيره خاصه في الكرات الثابته، الى غايه تغييرات ساوث جيت مره اخرى بعد مباراه سلوفينيا لما اقحم ايفان طوني اللي قدم تمريرتين حاسمتين. اليوم اقحم واتكينز وبالمر، تمريره من بالمر، هدف من واتكينز، وواتكينز بعد المباراه كان صرح وقال بانه قبل يعني في لا بالاد، نعم، لما خرجوا لاعبين المنتخب الانجليزي في الظاهره بالاد قبل الافطار، قالوا كان صرح وقال باللي تحدث مع بالمر وقال له احس باننا سندخل وستعطيني تمريره حاسمه نؤهل بها انجلترا. اعتقد بان هذا الشيء حدث. اليوم ساوث جيت ربح لباري، اليوم يتواجد في النهائي، فاز بالتحدي، تغييراته اليوم كانت موفقه لدرجه كبيره كبيره جدا. وفي المباريات الماضيه ايضا الكوتشين كان، نعم، له اثر كبير. مباراه سلوفاكيا ومباراه اليوم، مباراتين كان فيهم كوتشينج عالي. دخل ساكا سجل، اليوم واتكينز سجل. نعم، واتكينز سجل، ايفان طوني ايضا في دورته النهائي، نعم، لما منح تمريرتين حاسمتين. المنتخب الانجليزي يسير رويدا الى غايه وصول المحطه النهائيه، كان اقل متعه من اليورو الماضي لما لعب في الوصول النهائي، هذه المره بمتعه اقل وبمجهود بدني ربما اكثر، وصل الدور النهائي. هذا هو الشيء الاهم بالنسبه للانجليز. ثاني نهائي على التوالي، وساوث جيت يخلف نفسه لانه اول مدرب في التاريخ وصل النهائي، واول مدرب في التاريخ يوصل للنهائيين مع انجلترا في اليورو، واول نهائي لانجلترا خارج المملكه المتحده، لانه النهائي الماضي كان لعب في ملعب ويمبلي. دونك ايزون في، نعم، ممكن جاءوا من اجل نصف نهائي ونهائي كهدف اليوم. نعم. هل تعترف بان ساوث جيت هو افضل مدرب في تاريخ انجلترا؟ في تاريخ انجلترا؟ نعم، مع المنتخب. بالنتائج شأن ديشون، ربما هو ما فاش بالالقاب، لكن وصل النهائيين متتاليين، وصل نصف نهائي، وصل، ربما كان افضل مدرب في تاريخ انجلترا، يبقى الحائز على كاس العالم 1966. وماذا ستفعل الان بجد ساوث جيت الذي سلخته منذ مده؟ يبقى افضل مدرب في تاريخ ساوث جيت الذي سلخته منذ مده. ماذا الوحيد الذي انتقد ساوث جيت ولم يخرج؟ معليش، جلد ساوث جيت الذي بحوزتك الان كنت قد سلخته، نشره في الدار. ماذا ستفعل به الان؟ لا اخويا، لا نورمال سي دي فوتبول خو سي دي برونوستيك ابخي تو دون ان برونوستيك، هذا ماشي، نعم، مزحه فقط. نعم، ما فيش مشكله. امين بن شابير، ساوث جيت عجبك اليوم بعدما اوجع وصدع راسك في الايام الماضيه؟ اليوم عجبني. شوف اليوم صحح كل الاخطاء، مش اخطاء، اليوم كفر عن ذنوبه. اليوم اليوم باش نلخص القضيه، اليوم سار عكس ديدي ديشون، انه امين يوسف دائما على انه تلميذ ديشون النجيب، اليوم لم يكن نجيبا وخرج عن النهج، انسلخ من جلده. اهم وابرز شيء التقطه في هذه المباراه، والذي في رايي كان سبب في تقديم انجلترا احسن مباراه واحسن اداء منذ بدايه الدوره، هو اللامركزيه التي لعب بها لاعبو المنتخب الانجليزي لاول مره في هذا اليورو. في مباراه اليوم شاهدنا كيف كان هاري كين يعود الى الوراء كثيرا عكس ما كان عليه في المباريات القليله الماضيه، شاهدنا ماينو يدخل تارة الى العمق، تارة يذهب الى الاجنحه ويتقدم كثيرا نحو منطقة العمليات، شاهدنا في الفودن يلعب كرقم 10 في بعض الأحيان، وشاهدناه جناحا أيمن، وشاهدناه جناح أيسر في أحيان أخرى، شاهدنا تريبيير اليوم عكس المباريات السابقة يصعد كثيرا مهام هجومية
كثيرة أكثر بكثير من المباريات السابقة. اليوم هذه اللامركزية أعطت لنا منتخبا إنجليزيا قويا جدا ممتعا خصوصا في الشوط الأول. لذلك اليوم نرفع القبعة لساوثغيت لأنه لم يمت بأفكاره، فضل أن يعيش بأفكار أخرى نعم. جديدة على أن يموت ويغادر مثل ديدي ديشون. أعتقد أنه أخذ الدرس وقرأ الدرس من نعم. معلمه كما يصفه أمين عودية اليوم ليقدم لنا كمالا كرويا في الشوط الأول. في الشوط الثاني من الطبيعي المجهودات كثيرة التي نعم. بذلها المنتخب الإنجليزي، ولو أنه حسب اعتقادي على فترات أيضا في الشوط الثاني كان المنتخب الإنجليزي أفضل. المنتخب الهولندي واصل الاعتماد أكثر على الهجمات نعم. المعاكسة. اليوم شاهدنا مباراة نعم. رائعة ومستوى نعم. مذهل من المنتخب أمين الإنجليزي. عودية، قبل انطلاق اليورو في صفحتك الشخصية قلت بأني أرشح المنتخب الإنجليزي لرفع هذه الكأس، لكن نعم. مع انطلاق مباريات اليورو قلت أن المنتخب الإنجليزي يزعجني بهذا الأداء. ما رأيك اليوم؟ يعني هل ما زلت مقتنع بأن المنتخب الإنجليزي قادر على الفوز على إسبانيا وحمل اللقب، أم أن ساوثغيت وأشباله ما زال يزعجني؟ توقعي وترشيحي لمنتخب إنجليزي كان قبل الدورة محمد. نعم. وهذا نسبة إلى جودة لاعبيه بدرجة أكبر، ووجود المدرب أيضا ساوثغيت الذي نشط من قبل نهائي مع هذا المنتخب. ثانيا ترشيحي وتوقعي لهذا المنتخب كان قبل بروز وولادة منتخب إسباني في هذه الدورة. وكم من مرة تكلمنا وقلنا أن المنتخب القوي يولد داخل الدورة. منتخب إنجليزي حتى وإن طريق كان معبد أو مكيف مثل ما يحلو لميدو قول أن طريق هذا المنتخب كان معبد بوجود منتخبات أقل جودة نعم. مثل التي واجهها المنتخب الإسباني. منتخب إنجليزي صحيح أنه في منحنى تصاعدي، ولكن منتخب إنجليزي حتى وإن كان في النهائي لم يرقى إلى المستوى المطلوب كرويا نعم. عكس منتخب إسباني الذي موجود في النهائي كرة قدم لا مثيل لها. منتخب إنجليزي محمد صحيح أنه هجوميا سجل في مباراة اليوم وفي المباراة التي سبقتها، ولكن يجب أن نقول أن منتخب إنجليزي في ثلاث مباريات يسجل عليه لكي تكون ردة فعل. حتى وإن كان منتخب الإنجليزي ترشح ضد سلوفاكيا ولكن استقبل هدف نعم. صحيح أن كانت ردة فعل، استقبل هدف أيضا ضد سويسرا ورجح الكفة إلى صالحه، واليوم أيضا ضد منتخب هولندا استقبل هدف وسجل هدف تعادل وأضاف الثاني. لما يحسب نعم. لساوثغيت في مباراة اليوم والمباراة التي سبقتها تغييراته وتغييره لأفكاره خاصة في الأشواط الثانية قبل ما نمسح أنه ساوثغيت